مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. قدم الإعلامي سنكنطاش نداء لعائلة الشاب الورغلي بالتدخل، موضحا حالته النفسية بعد أن أصبحت قصته ترند في الآونة الأخيرة. السلام عليكم أمي، مبروك عليكم الدار. أنا اليوم صبتها، ديت المفتاح وتكاتبنا وكي تعودي تجين ثاني نزيد ونفرح أكثر. تحت شعار فرح الناس تفرح. قضية أحمد الورقلي بدأت تأخذ في منحنيات أخرى وخطيرة. جماعة أنا السيد هذا تلاقيت به وحسيت بلي راهو يمر بأوقات صعبة وبمشاكل نفسية. هكذا السيد راهو في عمره 19 سنة، ما نساوش مازالو صغير وراهو عايش وحده. أنا من هذا الفيديو وطالب من العائلة تاعو تتدخل قبل فوات الأوان. أنا عندي معلومات وناوي يروحوا كاع حاجة ما تعجبش، ولكن راني نقول لكم باللي أنا على حسب وش لاحظت فيه أنه يمر بفترة نفسية صعبة جدا. على باش أسكت صراو له هذه الحكايات ولا من قبل، ولكن يمر بفترة نفسية صعبة. دونك خويا ولا ما على باليش عائلته ولا لازم تدخلوا في أقرب وقت تشوفوا وليدكم حالته النفسية أسكو راهو مليح أسكو ماهوش مليح أو عايش وحده في عمره 19 سنة. وأنا نقول لكم من هذا المنبر ماهوش مليح. دونك نتوما قبل فوات الأوان رانا نشوفوا أو صبح تراند وكذا ولي فيديو. جماعة قبل فوات الأوان من فضلكم دخلوا في هذه الحالة. أنا تلاقيت به وكسرت معاه وهضرت معاه في قضية كيما راح الريستورون تاع رفكا وكذا. أول حاجة جا هو جا عندي قال لي فوالا واش كاين، عيط لي رفكا كذا استفسرت، لقيت بلي أحمد شاكر راهو يزيد عليها وكذا ليسونسيال، وحسيت بلي راهو يمر بمشاكل نفسية. دونك إذا راهو يمر بهذه المشاكل لازم يداوى قبل فوات الأوان، لأنه إذا كان عايش وحده في عمره 19 سنة وزيد راهو مريض ولا كش ما به وما فاقولوش ولا ما فقتولوش راح تزيد حالته تتطور وراح يصرى ما لا يحمد عقبه. اللهم إني بلغت فاشهد. لعرض إعلاناتكم على باخة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الإنستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.